يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية بعدني أقول لك فرحة وخير وآية فيها حب كبير وترنيمة يا من المزامير في آية اهلا بكم احبائي المشاهدين ويوم جديد ومن جديد وحلقه جديده من برنامجنا ايه وترنيمايه. النهارده بولس الرسول يحط في الرساله الاولى لتسالونيكي في نهايه هذه الرساله اصحاح 5 يحط كلام مهم في تحذير وفي تحريض ايضا. تعال النهارده نشوف بيقول لنا ايه في عدد 9 و10. لان الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. تسالونيك الأولى 5-9. الكلام بسيط جدا واضح وبرضو أنا هوضحه توضيح أكتر. إحنا مش من الارتداد للهلاك ومش أبدا موجودين في حياتنا، يمكن ربنا يحن علينا في يوم من الأيام في الأبدية يعني يدينا حياة أبدية سعيدة. غلط، كلام بلا يقين، كلام بلا تأكيد. إحنا الله لم يجعلنا للغضب، حتى جهنم لما تذكر في الكتاب المقدس يقول المعدة لإبليس وملائكته، مرة تانية يقول المعدة لإبليس وجنوده. إحنا مش للغضب، إحنا مش موجودين هنا عشان نبقى الوقود اللي بيولع جهنم، حاشا للرب. لكنه بيقول لك يعني لما يجي يتكلم على المسيح يسوع يقول كده، لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا. وهو بيحط في هذه الحقيقة أمر بعيد كل البعد عن أي ريبة أو أي شك. من فضلك خلي بالك، الذي مات لأجلنا الرب يسوع المسيح نفسه عشان ما يكونش في علينا غضب. هو شال كل هذا الغضب. بيقول بالنبوة ان تيارات الله الآب وغضبه كله انصب عليه. يعني انا عايز بس اوصل لك ان كل التأوهات اللي تأوهها الرب يسوع على الصليب كان بيحملها عنا عشان نيجي احنا دلوقتي في العهد الجديد نرنم ونعرف نقول زي بولس الرسول ما قال لي أنني عالم بمن أمنت، مش بس عالم وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. اتشجع، اتشجع النهاردة لو أنت حياتك في إيد ربنا. إحنا مش للارتداد ولا للغضب، إحنا النهاردة للخلاص. ترنيمتنا النهاردة بتقول كده، فمجدا وحمدا لربنا الإله من قد فدانا وأعطانا الحياة، هو عظيم وسيد الشعوب يعطي خلاصا ويغفر الذنوب. ادانا خلاص هنا على الأرض بموته لي كل المجد، ولينا خلاص نهائي في الزمن الأخير. هنخلص من كل تعب الخطية ومن كل الأشرار ومن الشر والظروف الصعبة، ويكون لينا هناك نعرف ساعتها نرنم تم الخلاص. هللويا رنموا. لكن النهاردة وإحنا بنرنم كلماتنا البسيطة اتشجع وتعزى وترفع من أول وجديد، وقول للرب أنا يا رب مش للغضب، أنا مش للبحيرة المتقدة بالنار والكبريت، أنا للخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا حتى إن سهرنا أو نمنا. مش ده الفارق كتير حتى لو ضعفنا في يوم من الأيام. بس هو طبعا بيقول لنا لازم نسهر ونصحى. في العدد اللي قبله بيقول كده لنسهر ونصحو. أنا أشجعك النهاردة وإنت بتسمع معايا الترنيمة الجميلة دي اللي بتقول هيا نرنم لربنا المسيح، هيا نغني ونرفع التسبيح. فرحان ليه يا عم المرنم؟ يقول لأني مش للغضب ومش للهلاك، أنا للخلاص. تعالوا نسمع الترنيمة. ترنيمة النهاردة بتقول لكل واحد لسه محطش حياته في إيد ربنا، في خلاص عند الله،
وعنده استعداد النهاردة يبارك حياتك بهذا الخلاص. اتشجع، حط حياتك في ايديه، وهو كفيل بأن يخلصك مهما كانت حالتك، مهما كانت ظروفك. عارف ليه؟ عشان تكون معاه في اليوم اللي هيكون فيه الخلاص النهائي، اليوم اللي هتكون فيه الأفراح للناس اللي حطوا حياتهم في إيد ربنا. هيا نرنم لربنا المسيح، هيا نغني ونرفع التسبيح، ولنشد دوما بألحان النشيد، مباركين إلهنا المجيد. فمجدا وحمدا لربنا الإله، من قد فدانا وأعطانا الحياة، هو عظيم وسيد الشعوب، يعطي خلاصا ويغفر الذنوب. هيا جميعا نعظم اسمه، نهدي بفرح قلوبنا له، فهو دعانا إلهنا القدوس، ليس سواه يخلص النفوس. فمجدا وحمدا لربنا الإله، من قد فدانا وأعطانا الحياة، هو عظيم وسيد الشعوب، يعطي خلاصا ويغفر الذنوب. تعال النهاردة حط حياتك في إيده واشكره لأنه عنده خلاص. لسنا للهلاك ولسنا للغضب، إنما نحن للخلاص. تعال نحط حياتنا ليخلصنا له المجد. في كل يوم لنذكرنه، في كل حين لنشكرنه، فهو يرعانا وهو يقودنا، من كل شر هو ينقذنا. فمجدا وحمدا لربنا الإله، من قد فدانا وأعطانا الحياة، هو عظيم وسيد الشعوب، يعطي خلاصا ويغفر الذنوب. فمجدا وحمدا لربنا الإله، من قد فدانا وأعطانا الحياة، هو عظيم وسيد الشعوب، يعطي خلاصا ويغفر الذنوب. ربنا يديك يوم طيب وجميل. يسعد صباحك وصباحنا، بنسمة نعيش أرواحنا، ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية. سمعت في الآية إنجيل، فرحان معايا بالترتيب، يملى حياتك بالتهليل، يومك بخير طيب.